اسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناه شفت في. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه القنيطره، وحنا بالضبط كنتواجدوا بالحديقه الصغيره. حبيت اني نشارك معكم هذا المكان الجميل في هذا الصباح، نصبحوا على بعضياتنا. ومره اخرى كل من التحق بنا كنقول صباح الخير ويوم سعيد للجميع ان شاء الله. دينا كيف ما شاهدتم معنا متابعين الافاضل في العنوان، ف الاجواء بارده في هذا الصباح. كنتمنى نشوف تعليقاتكم ديال الاجواء عندكم، كذلك بغيت نبارطاجي معكم في هذا الصباح بعض الصور على الحال. بعد الصور على الحائط نشارك معكم في هذا الصباح. ديالنا الان كنتواجدوا بالشارع الثاني، الشارع الرئيسي لكن مؤدي الى بلد القنيطرة وعمالة. اذا متابعين الافاضل متابعين قناة شفت في قناة الشعب، هذه جولة صباحية من مدينة القنيطرة كيف ما قلت لكم في السابق. فهي بعض الصور على الجدران والاقلاق اللي معروف في مدينة القنيطرة، هذه صورة الاقلاق. طبعا كيف ما كتشاهدوا الصورة ديال الخيل اللي معروفة بها الغرب، السوق صورة كتعبر على السوق كيفما كتلاحظوا معنا بين الأفاضل. قنيطرة هذه المكانة اللي معروفة في مدينة قنيطرة، ودائما نلقاها كيفما كتلاحظوا معنا بين الافاضل. الصوره ديال قاسم اسماعيل، مجموعه الناس كيسموا بالحلاله. غادي نوريكم هذه الورده اللي هي بهذا الشكل، هانتوما هذه ورده حلاله واللي معروفه بها حلاله بويس. المرأة القنيطرية المكانة كيف ما قلت لكم في السابق، هذه صورة أخرى اللي كاينة في وسط مدينة قنيطرة دي المكانة. المدينة والاقلاق قصر مولاي اسماعيل اللي جا في قصبة مهدية، اللي جا في قصبة مهدية كيف ما كتلاحظوا. تحية زعما هذه المناسبة كنقولها تحية للرسام الفنان صراحة تبارك الله عليه، زعما صور جميلة على هذا الجدران.
هانتوما كيف ما كتلاحظوا واحد الصوره اللي بغيت نبارطاجي معكم في هذا الصباح، اللي هي جميله جدا وانا شخصيا كتعجبني، بغيت نشاركها معكم في هذا الصباح الجميل. ومره اخرى كل المتابعين اللي التحقوا بنا نقول لكم صباح الخير ويوم سعيد للجميع ان شاء الله، وكل ما كنتمنى يا ربي يحقق لكم، لان دائما بالرمز ديال الخيول اللي معروف بهم اللي معروفين بهم الغرباوه والخيل التبريده. هذه الصوره اللي بغيت نبارطاجيها معكم هي صراحه انا شخصيا كتعجبني، صوره ديال واتسبو وكورنيش ديال واتسبو، اذا كيف ما كتلاحظوا صراحه كتجينا هذه الصوره طبق الاصل، لان اذا مشينا للكورنيش كنلقاو بهذا الشكل هذا، ولو انه ولا دابا واحد الحاله ديالو يرتلاها حاله كارثيه بهذا المعنى، لكن على العموم ملي كان شحال هذه كان بحال الشكل هكا. واتسبو اللي من قنيطرة حتى اللي كيمشي من قنيطرة حتى هذا حتى الفاس. هنا المرسى القديمة اللي كانت في قرب واتسبو، بعض المنازل اللي في الملاح، هنا كانت المرسى القديمة، الناس ديال قنطين القدام كيعرفو هاد المكان هذا وكيعرفو أن هاكا، وهذا الكورنيش ديال واتسبو. هذه مناسبة حتى تعرفو حتى مدينة قنيطرة تشوفوها، غادي نوريكم أطول شارع في مدينة قنيطرة واللي مؤدي إلى الطريق الوطنية رقم واحد. حنا الآن كنتواجدو بقرب الشارع سميتو الشارع حسن الثاني، اللي جا ما بين العمالة قنيطرة اللي كيف ما كنشاهدو مع المتابعين الآخرين، هاديك هي عمالة قنيطرة اللي هي أمام ديالنا، والخلف ديالنا اللي هي هادي بلدية قنيطرة. غادي نوريكم أطول شارع اللي كاين في حنا الآن كنتواجدو بشارع حسن الثاني، وكاين شارع ديال محمد الخامس اللي هو أطول شارع مؤدي الطريق الوطنية رقم واحد ورقم رقم أربعة. إذن كيف ما كنشاهدو معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شفت في قناة الشعب، هذه جولة صباحية معكم من قناتكم قناة شوف تيفي. نحن مازال في شارع حسن الثاني وندخلو في شارع محمد الخامس، يعني نبارطاجيو معكم هاد الصباح وتشوفوا اللي هو أطول شارع. إذن مرحبا بكل المتابعين الأفاضل اللي التحقوا بنا في هاد الصباح، وصباح الخير عليكم ويوم سعيد للجميع إن شاء الله. إذن هذيك اللي أمام ديالنا هي البلدية مدينة قنيطرة، وغادي نشاركوها معكم أيضا، وغادي نشاركو معكم حتى الساحة الإدارية.
يعني كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، اذا هذا هو اطول شارع اللي هو هذا، من هنا طريق الرباط نجي كيف ما كتلاحظوا معنا. ومن هنايا كيمشي هذا الشارع حتى الطريقه رقم 4 اللي هي حتى الوزان، كنمشيو على سوق 3 ديال التازي، سوق 3 و سوق الأربع وزان. وكذلك إلى مشينا من هنا نفس الطريق غادي إلى مشينا وصلنا لكيلومتر 9 وقبلنا على اليسار غنخرجو حتى لسيدي قاسم. إذا كيف ما كتشاهدو معنا متابعين الأفاضل، هذه ايضا الساحه الاداريه باش نشاركوها معكم في هذا الصباح. هذه اللي انا مدينه هي بلدية مدينه قنيطرة، هانتوما هذه الساحة الإدارية والمراقبة بصحة البلدية. متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي، ما بقي إلا نقول لكم شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، كنتمنى أنكم تبارطاجيو فضلا وليس أمرا، نتلاقاو بث آخر إن شاء الله في موضوع جديد إن شاء الله، شكرا لكم وإلى اللقاء.